السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في لقاء جديد من اي دي كير بودكاست. النهاردة يعني اللقاء مختلف شوية، هيبقى طبيعة اللقاء مختلفة شوية عن اللقاءات اللي كانت قبل كده، اللي هي كانت تبقى بالأساس ديسكشن صوتي. النهاردة إن شاء الله معانا دكتور محمد جاباله، استشاري الطب الشرعي والسموم. دكتور محمد ام دي وبي اتش دي من نوجويا سيتي من اليابان، لذلك الاسم الشهير بقى يعني لو دكتور محمد يسمح لنا بقى جاباله سان. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الميديكوليجال اسبيكت اوف انفكشوس ديز براكتس. بالتوفيق ان شاء الله دكتور محمد، تقدر تبدا ان شاء الله. تمام، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. معكم دكتور محمد جاباله، استشاري الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وعضو المكتب الفني سابقا لكبير أطباء الشرعيين. أنا سعيد جدا إن أنا معاكم، ويمكن بشكر الدكتور أحمد على الاستضافة الجميلة ديت، وإن إحنا النهاردة يمكن يعني أنا نفسي لما بدأت أقرأ في الموضوع يعني برضو كان الأجزاء عندي ما هياش واضحة كلها، ولكن تم ربطها الحمد لله مع قضايا فعلا بشرناها في الطب الشرعي أثناء فترة وجودي في مصلحة الطب الشرعي. يعني إن شاء الله النهاردة نستفيد مع بعض، وأرجو لو في أي حاجة خاصة بالصوت، هل الصوت واضح ولا في مشكلة؟ واضح دكتور محمد، تمام. ماشي يا فندم، نكمل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المحاضرة طبعا الجوانب الطبية الشرعية في حالات الأمراض المعدية أو Medicolegal Aspects of Infectious Disease Practice. طبعا في البداية وإحنا بنتكلم عن الأمراض المعدية ندعو الله بالرحمة ولشهداء الأطباء الذين توفاهم الله في جائحة كورونا، وندعو الله أن يتغمدهم خالص رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان. طبعا ممارسة مهنة الطب أولا يعني حاجات عامة كده، ممارسة مهنة الطب إذا استجمع الشروط التالية: أن يكون مرخصا له بمزاولة الطب، يعني أن يكون الفاعل طبيبا، يعني طبيب امتياز فتح عيادة في قرية أو في مركز أو في مكان ما ولسه معهوش براكتس لايسنس، دي في حد ذاتها دي تعتبر خطأ طبي، تمام. وكمان لو هو تصدى لعلاج حاله هايلي سبيشاليزد او هايلي كومبليكيتد وهو معهوش ماستر او دبلومه، ديت برضه تعد من الاخطاء الطبيه. ان يكون التطبيب بقصد العلاج او التشخيص، يعني حضرتك مشكورا لو بتعمل براكتس يبقى بقصد العلاج او التشخيص، انما مثلا ما تديش لمريض ترايل ادويه معينه وتقول والله انا بجربها علشان ممكن يكون ليها مثلا انتي فايرال افكت او انتي بكتيريال افكت او انتي بروتوزوال او احنا اكتشفنا ليها اميونو ديبريسنت او اميونو ميديوليشن افكت. ما تجيبش حاجه لسه اندر ترايل وتبدا تعمل لها ابلكيشن على المريض. ان يكون عمل الطبيب منطبقا على الاصول الطبيه. طبعا خلاص احنا يعني مثلا من 30 سنه ولا من 20 سنه ما كانش في انترنت، ما كانش في داتابيز، ما كانش في اي حاجه، فكان صعب جدا ان معظم الاطباء كان علشان يروح المكتبه بتاعت الكليه وياخد الجايد لاينز او التكست بوك والكلام ده، فكان يعني في نوع من انواع التفاهم ان في جنرال براكتس او كومن براكتس. انما انا دلوقتي حضرتك احنا الانترنت بقى موجود في ايدينا في كل موبايل، لما اجي اعالج حاله يبقى في جايد لاينز، الجايد لاينز ديت موجوده ومنشوره ومتوافق عليها علميا، ما اخترعش انا مع نفسي اودي انا كومباينيشن معين واقول ان هو زي ما بيقولوا مثلا في الصيدليات عندنا مجموعه البرد، كبسوله انتي بايوتيك على كبسوله باراسيتامول على كبسوله حاجه دي كونجستنت ويقول لك مجموعه البرد، ده مش جايد لاين، فما اقدرش انا كطبيب معالج ان انا اتبع هذه الطريقه. رابع حاجه ان يحصل الطبيب على اذن المريض وموافقته، ما عدا في حالات خاصه كان يكون المريض بحاجه للاسعاف الطارئ. لو حضرتك كبراكتيشنر ناوي تعمل حاجه انفيزيف او حاجه نون يوجوال، يعني هنعمل بلاد ترانسفيوجن، هنعمل رينال دياليسيز، هنضطر ان احنا نعمل حاجه انترفنشنال، لازم ناخد موافقه المريض او من ينوب عنه، يعني لو هو مثلا قاصر او غير مدرك او كوماتوز يبقى لازم حد من الاولياء القانون او اوصياء القانونيين.
طيب عادة التزام الطبيب تجاه المريض ومسؤوليته هي مسؤولية تقصيرية، يعني حضرتك كطبيب ملزم ببذل العناية، أي لا يلتزم الطبيب تحقيق شفاء المريض وإنما القيام بالواجب بالعناية على أكمل وجه. يعني حضرتك مشكور إن جالك عيان عنده سيفير انفكشن، حضرتك خدت كالتشر وثبت إن في مثلا ريزيستنس لكذا أنتي بايوتيك وفي سنسيتيفيتي لكذا، وبعدين حضرتك اديت الدوزز وفقا للجايد لاينز، وحضرتك اديت انتي انفلاماتوري، حضرتك انتي بايوتيك، حضرتك اديت كورتيكوسترويد، عملت كل اللي عليك. هل لو العيان ما خفش او العيان لم يتحسن حضرتك مخطئ او في مشكله في علاجك؟ لا، حضرتك طالما بذلت العنايه والجهد وتابعت العيان سواء في المستشفى الخاصه اللي هو داخل باسمك او في المستشفى الحكومي اثناء مناوبتك او مناضشيتك، فحضرتك هنا احنا بنتكلم ان انت خلاص انت مسؤوليتك تقصيريه. امتى تبقى مخطئ؟ لو حضرتك ما بذلتش العنايه اللازمه. ولكن في حالات استثنائيه يصبح التزام الطبيب التزاما بغايه لتحقيق نتيجه، ويندرج ضمنه عمليات التجميل واطباء التحاليل والاشعه، لانه عنده كل، يعني مثلا طبيب التجميل عنده هو جاء واحد سليم تماما او واحده سليمه تماما وجايه، انا والله يا دكتور انا عايزه شفايف مثلا فلانه الفلانيه، حضرتك عملت لها شفايف محمد جاباله، حضرتك هتتسجن. ليه؟ لان هي متعاقده معاك على هذه الشفايف مش بحاجه تانية. برضو اطباء التحاليل، لان طبيب التحاليل او اطباء الكلينيكال باثولوجي دول عندهم كل الاكويبمنت ان هم يوصلوا وبالتالي فان حضرتك ان هو يوصل، يعني مثلا ان هو يوصل لفلسز معينه نادرا ما يتم التسامح بها الا اذا كان في حاجه قاهره او حاجه، يعني differential diagnosis ان الحاجات دي تمام ممكن تختلط على الطبيب. يتجسد الخطأ الطبي المرتب لمسؤولية الطبيب بإخلاله بالقواعد والأصول الطبية والفنية والالتزامات التي تفرضها عليه مهنته. يعني لو حضرتك عملت حاجة المفروض ما تعملهاش ده خطأ طبي. حضرتك اديت مثلا اي في، حضرتك المفروض المريض ياخد انتي بايوتيك مثلا انتراماسكولار، وحضرتك اديته له اي في وكان اللي هو مثلا السوليوشن اللي بيستخدم في الاذابه كان ميدوكين او الكلام ده، ده خطا طبي لان حضرتك هتسبب في مشكله ما. لو انت اديت الانتراماسكولار اديت اي في والفورميوليشن مختلفه ده خطا طبي. يلتزم الطبيب تجاه المريض ببذل العنايه اللازمه، تنشا مسؤوليته اذا لم يتخذ الاحتياطات اللازمه. ولمعرفه الخطا الانفكشن كنترول، يعني حضرتك معروف ان حضرتك داخل على عيانين اميونو كومبرومايز او عندهم مشكله ما، او حضرتك في هايلي انفكشوس انفايرمنت ولم تاخذ الانفكشن كنترول ميجرز المطبقه والمنصوص عليها، خاصه مع توافر الامكانيات. يعني عندك بروتكتيف، عندك بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، عندك سترلايزيشن، عندك كل الحاجات دي، وحضرتك قمت متعمدا او حتى ناسيا بعدم اتباع هذه الانفكشن كنترول ميجرز وتسبب هذا في ضرر لاحد المرضى، فده يبقى من ضمن المسؤوليات الطبيه اللي على حضرتك. طيب هل انا هساوي الاستشاري او الاخصائي بالنايب؟ لا طبعا. لمعرفه الخطا يقاس سلوك الطبيب بسلوك طبيب من الاختصاص نفسه، يعني لو حضرتك طبيب حميات او حضرتك طبيب هيباتولوجي او حضرتك طبيب اندوكرينولوجي، انا مش هقارنك بطبيب عظام، لا انا هجيب مثلا مشكله عندك حضرتك كطبيب مثلا حميات، هجيب استشاري حميات او بطن عامه هو من يحكم في اذا كنت مقصرا ام لا. وفي نفس الوقت حضرتك استشاري او اخصائي فدرجه المحاسبه هتبقى اعلى. ليه؟ لان حضرتك هنا المفروض ان انت مور كواليفايد ومور ايديوكيتد، فما اقدرش اقول مثلا قله خبره او قله معلومات. تمام. ولو حضرتك في مستشفى مجهزة، يعني مستشفى مركزي أو مستشفى رئيسية مجهزة، ما أقدرش أحاسب حضرتك زي اللي موجود في مستشفى مثلا مركزي أو في وحدة صحية، لأن هو الإمكانيات المتوفرة ليه غير الإمكانيات المتوفرة لحضرتك. وفي ضوء ذلك يسأل الطبيب عن كل تقصير لا يمكن توقعه من طبيب آخر يتمتع بالمؤهلات نفسها وفي الظروف نفسها التي احاطت باجراء العمليه الجراحيه او الايه او الاجراء الطبي.
دايما للاسف بيحصل خلط ما بين الخطا الطبي والمضاعفه، وده يمكن احنا بنحاول في الطب الشرعي ان احنا نعمل له كومبنسيشن. بيجي دايما يقول لك الطبيب المعالج وصف مثلا مضاد حيوي لمريض ما، وبمجرد ما المريض خد المضاد الحيوي حصل له انافلاكسيس او حصل له كذا او حصل له كذا. الانافلاكسيس ديت هي كومبليكيشن، وكومبليكيشن وارده، وفي معظم الجايد لاينز ما سمعناش عن حاجه اسمها اختبار حساسيه. واختبار الحساسيه حتى في بعض الجايد لاينز او في بعض البيبر بيقول لك اختبار الحساسيه ده when there is a known allergy او anaphylaxis history in the patient. انما ان احنا نعمل اختبار حساسيه ده يعني غالبا لا يتم، وما يعني انا شخصيا ما لقيتش، مش موجود في جايد لاينز كتيره. يعني برضو حضراتكم أساتذتنا وزملائنا الأعزاء لو عندهم أي إضافة في الموضوع ده يا ريت نتكلم فيها. بالإضافة لكده إن ما دام المضاد الحيوي تم إعطائه بالجرعة المناسبة بالطريقة المناسبة في مكان مجهز لتدارك هذه المضاعفة، فأنا ما أقدرش أحمل الطبيب مسؤولية حدوث أي ضرر للمريض. تمام. ومن هذا المنطلق يترى الأطباء منهجا واضحا يقتضي التحضير المسبق والكامل لكل إجراء طبي مهما كان نوعه. حضرتك هتركب دم، هتركب بلازما، هتركب ألبيومين، هتدي اي في دريب لأدوية خطيرة او الكلام ده، حضرتك حاطط عامل بريكوشنز، وحضرتك حاطط ممرض او حاطط نايب او طبيب مؤهل جنب العيان ان هو يشوف اذا كان في اي نوع من انواع الرياكشن او الالرجي او مانيفيستيشن او سايد افكت. تمام. مثل وبرضه حضرتك قبل ما بتعالج المريض بتعمل اجراء الفحوصات المخبريه والتصويريه اللازمه. حضرتك شاكك في ابسس، شاكك في مننجيتس، شاكك في كذا، في عندك تبعا للجايد لاينز في حاجات حضرتك كان لازم تعملها ما عملتهاش، حضرتك بخطئ. وابلاغ الطاقم الطبي بالتاريخ الصحي الكامل وبالحساسيه تجاه الادويه. ما ينفعش ان حضرتك تبقى نبطشي او استلمت مريض، او ان حضرتك تبقى استقبلت مريض في الاستقبال او في العياده ودخلته وما تكتبش معلومات كامله عن المريض. لو حضرتك ما بعتش او حضرتك ما سجلتش المعلومات الكامله عن المريض، يبقى خاصه لو المريض ذكرها كلها يبقى حضرتك مقصر، خاصه لو حصل نتيجه هذا التقصير اي نوع من انواع المشاكل للمريض. طبعا كل الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها دي تهدف لالغاء فرصه حدوث مضاعفات، او على الاقل خالص ان حضرتك تقلل منها. طيب نتكلم بقى في خصوص الامراض المعديه من الناحيه الطبيه الشرعيه. انا كطبيب شرعي قاعد اهو، انا مش اولا علشان نكون واضحين، وده لكل التخصصات مش بس للتخصصات الباطنيه، انا كطبيب شرعي في معظم القضايا الطبيه الشرعيه الخاصه بالمسؤوليه الطبيه انا لا احكم بعلمي الشخصي، لان انا حضرتك مهما كنت ايديوكيتد ومهما كان تقديري في الكليه ومهما كان الدراسات العليا اللي انا خدتها في الطب الشرعي، فانا مش هبقى ملم بالاندوكرينولوجي او الهيباتولوجي او الفيرولوجي او الاوبستاتريك. تمام. وبالتالي انا لما بيبقى في قضيه كومبليكيتد قدامي او هايلي او فيها سب سبيشاليتي، احنا كمصلحه الطب الشرعي ووزاره العدل هي متعاقده مع استشاريين في التخصصات المختلفة. تمام. استشاري بطنة هو عبارة عن أستاذ جامعي في تخصص البطنة العامة، ده حضرتك لما تيجي عندي قضية فيها بطنة أنا ببعتها لي، وهكذا النساء والتوليد، وهكذا الجراحة، وهكذا العظام. فأنا أنا باخد رأيه وبستأنس به وبقول من وجهة نظر هذا الاستشاري عما إذا كان هناك خطأ أم لا. يعني أنا برضو علشان حضراتكم طبعا بتزعلوا كتير من الطب الشرعي وتقول ده هو ما بيفهمش حاجة، هو بيعرف إيه أو كده، حضرتك تزعل منه أو حتى حضرتك تقدر تطعن في التقرير عندما يكون رأيه من دماغه، إنما لو رأيه مبني على حد من نفس تخصصك فحضرتك هنا يبقى الكلام أكثر والانتقاد أكثر للاستشاري في هذا التخصص. طيب نقول عند عرض أي قضية خاصة بالأمراض المعدية على الطبيب الشرعي يتم ما يلي. أنا بسأل نفسي كطبيب شرعي عدة أسئلة. هل عانى المريض أو المتوفى من أي أمراض معدية أو كان لديه معالم عدوى؟ يعني أساساً المانيفستيشن هو اللي بيجي إيه؟ اللي بيجي حضرتك إن الأهل المريض المتوفى أو اللي أصيب بضرر بيجي يقول إيه؟ بيجي يقول والله يا جماعة أنا دكاترة دول غلطانين لأن قريبي ده أو صاحبي ده كان عنده كذا، كان عنده مثلاً كان عنده التهاب سحائي
او عنده التهاب في المخ، او عنده التهاب رئوي، او عنده عدوى في الرجلين، او عنده اللي هو بيسموه التهاب خلوي، والدكاتره ما شخصوهوش. طيب انا دلوقتي بتكلم ايه هي الكلينيكال ساينز، سواء سيمتومز او ساينز اللي كان اعتمد عليها الشاكي ان هو يقول ان ده كان موجود. ده اول حاجه. طب هي موجوده ولا مش موجوده؟ ما هو في احيانا في حاجات اتيبيكال، تمام. طب ما الاتيبيكال ده كومن ولا ان كومن، وكم في الميه؟ ده اول نقطه. طيب هل خلاص احنا قلنا ان في عدوى، هل ساهمت هذه العدوى في الاضرار بالمريض او وفاته، ام ان هناك اسباب اخرى؟ والله العيان ده هو جاله نيمونيا، تمام، والدكتور كتب له البروتوكول العلاج وكل حاجه، وحصل له كاردياك اريست وداي ان سبايت اوف اكستنسيف ريسسيتيشن. طيب ايه الاسباب سادن ديس في عيان نيمونيا؟ ما هو حضرتك برضو النيمونيا نادرا ما بتسبب سادن ديس، هي بتسبب جراديوال اند بروجريسيف ديتيريوريشن لو ما تعالجتش. انما السادن ديس، هل العيان ده كان اسكيميك هارت؟ هل ده ممكن يكون بالمونري امبوليزم؟ هل ممكن ديت اريزميا؟ هل في اي حاجه ثانيه؟ فانا العلاقه السببيه ما بين العدوى وما بين الضرر او الوفاه. طيب خلاص احنا اتاكدنا ان سبب ان العدوى هي السبب، ما هو سبب ومصدر العدوى تحديدا؟ هل هي نوزوكوميال انفكشن؟ هل هي مخالطه لمريض اخر؟ هل هي مخالطه لحد راجع من السفر زي مثلا الكورونا، وقبل كده من زمان انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور؟ دي نقاط مهمه يجب ان نكون على علم ودرايه بها. طيب هل تم التشخيص الاكلينيكي والمعملي بدقه بواسطه الطبيب المشكوك بحقه؟ انا هاجي اقول لحضرتك انت اكلينيكيا عملت ايه؟ هتقول لي والله انا فحصت بالسماعه، عملت كذا 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 كذا. جميل. طيب معمليا حضرتك عملت ايه؟ والله انا سحبت له كذا وكذا وكذا وكذا، النتيجه كانت كذا والنتيجه كانت كذا والنتيجه كانت كذا، وعملت اشعه كذا، والكونكلوجن بتاعي ان هي كانت حاجه اوتو ميون، ما هياش حاجه انفكشوس، تمام، او حاجه اليرجيك، ما هياش حاجه كذا. فانا دلوقتي بكلم حضرتك على الخطوات. انا لا اتحدث معك عن النتيجه النهائيه، ولكن اتكلم عن الخطوات. طيب حضرتك خلاص وصلنا للتشخيص، هل تم اتخاذ الاجراءات العلاجيه الدقيقه والكافيه بواسطه الطبيب المشكو في حقه؟ طب حضرتك دلوقتي بعد ما وصلت للتشخيص، اديت ريهايدريشن، اديت انتي بايريتيك، اديت انتي بايوتيك، اديت انتي فايرال، طب الانتي بايوتيك اللي حضرتك اديته كان جرام نيجاتيف، فور جرام نيجاتيف ولا جرام بوزيتيف؟ طب حضرتك الموضوع ده كان انتي فايرال، كان محتاج حاجه معاه ولا لا؟ انتي بروتوزوال، كان حضرتك محتاج مثلا تعمل انتيوبيشن وما عملتش؟ هل العيان كان محتاج دياليسيس؟ هل الانفكشن ديت كانت محتاجه تخصص تاني يجي مع حضرتك؟ يعني مثلا احنا دخلنا في نيكروتايزنج فاشايتس، او دخلنا في ابسس او كده، ومحتاجين تدخل جراحي. دي نقط كلها انا بتكلم مع حضرتك فيه وفقا للسيناريو اللي معروض قدامي. طيب هل الضرر الذي اصاب المريض او وفاه المريض كان يمكن تجنبهم لو كان هناك طريقه اخرى للتعامل مع حاله المريض؟ طيب يعني معلش برضه في المسؤوليه الطبيه في حاجه لطيفه جدا، المسؤوليه الطبيه هو ده المصطلح الصح في الادانه. يعني انا لما اقول ان محمد جبالله عليه مسؤوليه طبيه، في ثلاث شروط لازم تنطبق على محمد جبالله علشان اقول ان في ضده مسؤوليه طبيه. اول شرط الضرر. اول شرط الخطا، ثاني شرط الضرر، وثالث شرط العلاقة السببية. يعني ايه؟ اول حاجة الضرر اما الوفاة، او مثلا ان انا بقيت هانديكابد، او انا اضطريت ان انا بعد كده اخش على رينال دياليسيس، او كل الكلام ده لا قدر الله، ادي الضرر. طيب الخطأ، هل الخطأ اللي انا ارتكبته ده هو اللي ادى للضرر، ولا انا ارتكبت خطأ منفصل عن الضرر؟ يعني معلش، واحد جاله بالمونري امبوليزم وانا ما اديتش انتيبيوتيك كفاية، هل في علاقه من ان انا ما اديتش انتي بايوتيك كفايه وان هو جاله بالمونري امبوليزم؟ ان انا ما اديتش مضاد حيوي كفايه، او ان انا اديت مثلا مضاد حيوي خطا، ده حاجه. بس البالمونري امبوليزم مثلا ليها اسباب اخرى، وبالتالي هنا انا بتكلم على حاجتين مختلفتين، ان الخطا نفسه والضرر حاجتين مختلفتين، والعلاقه السببيه بينهم ده الركن الثالث، يبقى خطا وضرر وعلاقه سببيه. اذا انا ارتكبت خطا ولكن الخطا ده لم يتسبب في ضرر، يبقى ما فيش هنا مسؤوليه طبيه. طب لو انا ارتكبت خطا والعيان عنده ضرر بس ما لهوش علاقه اصلا بالخطا اللي انا ارتكبته، يبقى ديت ما فيش مسؤوليه طبيه. فديت برضو النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. طب انت كل اللي عملته ده، انت لو كنت اديت الانتي بايوتيك ده اهوت وعملت المزرعه وعملت الاكس راي والكلام ده، العيان ما كانش هيموت؟
احيانا لما العيان مثلا بيجي له دي اي سي، طيب الدي اي سي ده حاجه يعني باد بروجنوزس وليها اسباب كتيره جدا. طب هيقول لك والله اصل الدكتور مثلا ما ادالوش المضاد الحيوي كفايه او اداله مضاد حيوي كتير. طب حد لو كان الدكتور اداله المضاد الحيوي الكفايه، ده كان ممكن بنسبه 100 احلف ان ده هيمنع الدي اي سي؟ لو حلفت خلاص، ولو اقسمت يبقى تمام. مش يعني مش هو مجازا، انا مش هحلف اقول والله العظيم انا كطبيب شرعي اقول ان هو لو كان مضاد، لا ممكن تبقى في اسباب تانية. ويمكن انا هوري لحضراتكم بعد كده يعني نماذج من القضايا نقدر نتكلم فيها وتوضح اكتر. طيب برضو امتى تزيد مسؤوليه وجود مسؤوليه طبيه، يعني متى تحدث زياده في احتماليه المسؤوليه الطبيه على عاتق الطبيب او الطاقم الطبي؟ تعتمد على حبه حاجات. يعني مثلا امتى؟ لما يبقى التقصير في توفير بيئه نظيفه ومعقمه بصوره مناسبه اثناء تقديم الرعايه الطبيه للمريض. حضرتك في مستشفى الفميات، حضرتك في مستشفى الصدر، واثناء الابيديميك اوف كورونا حضرتك كنت بتخش من بالبي بي اي دهوت من الناس اللي هم نيجاتيف، من الناس اللي هم بوزيتيف بي سي ار للناس النيجاتيف بي سي ار. او الممرضه مشكوره كانت ما بتغيرش الايه الجوانتيات، او كان بيتم استخدام حاجه معينه لنفس لعده مرضى مع بعض، او لا قدر الله زي ايام زمان كده لما كان في السرنجات الازاز اللي كانوا بيدوا بيها حقن البلهارسيا وكانت تطلع من ده تتحط في الميه المغليه وبعدين تروح محطوطه في الثاني. دي تعتبر تقصير في توفير بيئه نظيفه ومعقمه. ثاني حاجه الفشل في تطبيق سياسه مكافحه العدوى. احنا كاطباء خاصه التخصصات الجراحيه دايما نلاقي كوميكس وحاجات زي كده، حتى بما ان احنا حتى انا كطبيب شرعي يقول لك والله الراجل بتاع مكافحه العدوى اهم حاجه في دماغه ان انت الحاجات اللي فيها بيولوجيكال هازارد تتحط في الباسكت الاحمر، والحاجات اللي ما فيهاش تتحط في الباسكت كذا، وطريقه قلع الجوانتي بالطريقه الفلانيه وبتاع. فانت تلاقي مثلا انا طبيب شرعي طالع من المشرحه بشرب الكنز وانا جوه في واحد يعني جثه مثلا بيوتريفايد بقى لها اسبوع وطالع اضحك. طبعا الثريشولد بتاع طبيب مكافحه العدوى غير الثريشولد بتاع الجراح، غير الثريشولد بتاع ده. بس في النهايه سياسه مكافحه العدوى لو لا قدر الله ما اتبعهاش الطبيب المعالج يدان. يعني بعد الكوميكس وبعد الكلام واللي ايه يا عم الخيال العلمي واحنا لاقيين حقن مش عارف ايه لما تقول لنا مكافحه عدوى، والله ساعه الجد للاسف القانون هيقول لك هات الورقه بتاعت سياسه مكافحه العدوى وهل الطبيب اتبعها او الطاقم الطبي اتبعها ولا لا. كلام مهم جدا، لان انا عايز اقول لكم حاجه. لما حضرتك بنيجي في الطب الشرعي والاستشاريين يتكلموا، هم بيتكلموا وفقا لجايد لاينز. يقول لك هتقول لي الجايد لاينز دي محطوطه في هارفارد، محطوطه في كليفلاند او مش عارف ايه، واحنا معلش احنا في مستشفى ابو ايه المركزي والكلام ده وما عندناش. هيقول لك والله هو ده اللي ايه، هو ده اللي موجود والحاجات دي كانت يتم الاتباع بيها. اتباع مش متبع عندكم يا فندم، ما كنتش تستقبل العيان او كنت تحوله للتيرشري سنتر بيتم اتباع الحاجات دي فيه. طيب برضو من الحاجات اللي ممكن تدين الطبيب والفريق الطبي هو عدم الوصول للتشخيص المبكر والصحيح لوجود عدوى والمسبب لها. عندك عيان الليكوسيتيك كاونت بتاعه عالي، فيفرش فيه مش عارف ايه كذا كذا كذا، المانيفستيشن اوف انفكشن او البوسيبيليتي اوف انفكشن، وحضرتك قاعد تدي امبيريكال انتيبيوتيك، او حضرتك بتقول لا بقى هو كفايه عليه مثلا ادي له بروفين او الكلام ده، او حضرتك شايف ان الموضوع ديتيريوريتنج وحضرتك مصر على العلاج بتاعك وبتقول لا والله ده انا صح، ده في حد ذاته يعتبر خطا طبي. الفشل في اتخاذ خطوات علاجيه صحيحه تجاه المريض. يعني حضرتك لو ما وصلتش للتشخيص المبكر والصحيح لوجود عدوى ده غلط. لو حضرتك فشلت في اتخاذ الخطوات العلاجيه بعد ما وصلت للتشخيص ده برضو خطا طبي كبير. طيب احنا عايزين نقول ايه؟ الكونسنت. يعني احنا فاكرين ان الكونسنت ده هو بس للحاجات الجراحيه او الانترفنشنال، لا في كونسنت كمان للكيموثيرابي والراديوثيرابي والبلاد ترانسفيوجن والرينال دياليسيز والاميونوثيرابي. تمام، ده كله لازم نكون واخدين بالنا، لان دلوقتي العالم كله بقى عنده، يعني مش العالم كله كمان، يعني حضراتكم اللي هو الميديكوليجال اسبكت بقى فيه محاميين
متطلع يعني عندهم اطلاع كبير جدا على الحاجات اللي ازاي يشتكوا بيها الاطباء. وهقول لكم بعد كده ان ما عادش فيه تخصص طبي ولا جراحي ما حدش بيشتكيه، ولك ان تعلم ان دكاتره الباثولوجي بقى في ناس بتشتكيهم، الكلينيكال باثولوجي في ناس بتشتكيهم، روماتولوجي في ناس بتشتكيهم، تمام يا فندم، راديولوجي. فحضرتك دلوقتي ما تتكلمش وتقول والله لا ده انا مثلا دكتور مش عارف ايه، انا دكتور في بنك الدم، انا مين اللي هيشتكيني؟ لا، حضرتك هيتم شكايتك. لو في منفعه للشاكي من وراء ان هو يشتكيك هيشتكيك عادي خالص، مهما كان اللي انت عملته او اللي انت ما عملتوش. وبالتالي فان الاقرار الحالي لا يحمي الطبيب ولا المريض وغير مطابق للمعايير العالميه، اللي هو ايه؟ اقر انا بمعرفه العلاج الذي سوف يعطى لي وانني على درايه كامله بالمضاعفات الوارده والكلام ده. ساعة الجدة يقول لك والله انت ما قلتليش ان العلاج ده هو ممكن مثلا يعمل لي فشل في نخاع العظام، او ان العلاج ده هو مثلا والله ممكن يعمل لي انافلاكسيس بنسبة 65%. وبالتالي فحضرتك يعني في سؤال بيقول على ذكر الكونسنت، سمعت ان النيابة تعتبر امضاء المريض عليه هو امضاء مضطر ولا يعتد به. لا، هو بيعتد به خاصة في الحاجات السيرجيكال. يعني مثلا مريضة من فترة راحت عملت عند دكتور عملية ما، ومن ضمن العملية قالت له يا دكتور أنا تعبت من الخلفة ومش عارف إيه والكلام ده، بعد إذن حضرتك أنا هربط الإيه الأنابيب عن ناحيتين. بعد العملية حصل لها كومبليكيشن بسيطة وبتاع، وعملت عملية تانية وربنا قومها بالسلام. يوم ما راحت تشتكي الطبيب راحت قالت الدكتور عمل لي عقم وربط للأنابيب من غير مواد. لولا ستر ربنا على الطبيب ان هو كان عاين في التذكره صوره الكونسنت اللي ممضي منها وممضي من جوزها كان زمانه اتسجن. ووكيل النيابه واجه المريضه وزوجها بامضتهم على الكونسنت. فموضوع ان امضاء مضطر ولا يعتد به ده يعني كلام عام حسب برضو القضيه كانت ايه وحسب الشكوى كانت ايه. غياب الإقرار من الأوراق الطبية وعدم وجود إمضاء المريض يساوي إدانة. تم إعداد بعض النماذج في مجال الأمراض الباطنية ويمكن إرسالها لكم إن أردتم. الإقرار يجب أن يشمل كافة المضاعفات الواردة من بعض الإجراءات الطبية كنقص الدم ومشتقاته والغسيل الكلوي، والموافقة على التقاط صور فوتوغرافية أو تسجيل فيديو لغرض التوثيق والتعليم الطبي مع التأكيد على سرية الهوية والخصوصية. ده طبعاً أكثر في المستشفيات الحكومية. إقرار من الطبيب بنوع الإجراءات الطبية والهدف منها. كافة معلومات المريض أو من ينوب عنه وتوقيعه أو بصمته وتوقيع شاهد. طيب علشان نقرب الفكرة لازم حاجات أبلاي، تمام؟ عندنا أول إصابة بفيروس سي، يعني دي كلها قضايا بالفعل إحنا بشرناها في مصلحة الطب الشرعي خاصة بالإنفكشوال ديزيز، ويمكن في يعني مجالات أكبر منها بس أنا حبيت إيه أقلل شوية. الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي عقب الغسيل الكلى، ديت هنقولها بالتفصيل بعد كده. الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي سي عقب تلقي جرعات انسولين بمستشفى حكومي، دي كانت من اوائل القضايا اللي تعرضت عليها بعد تعيين الطب الشرعي مجموعة من الأطفال بيروحوا مستشفى حكومي بيتلقوا جرعات من الانسولين. طبعا دول أطفال يعني الانسولين تايب 1 اللي هو دايابيتس تايب 1، وعلى طول بقى بياخدوا على طول الانسولين والكلام ده. حصل ان 3 4 5 من المرضى الاطفال اللي بيروحوا نفس المستشفى جالهم هيباتيتس سي. قاموا رايحين للمحامي، المحامي قال لهم بس المستشفى هي متسببه في العدوى. طبعا القضيه جات لي فانا كنت لسه تعيين جديد في الطب الشرعي ولسه مخلص بقى ايه مخلص ماجستير مش عارف ايه وعامل ايه والكلام ده، وقعدت بعمل ريسيرش والكلام ده. فأنا كطبيب شرعي قلت إزاي أثبت إن الالتهاب الكبدي الفيروسي جاء من المكان ده؟ طب إحنا هنعمل سواب، طب إحنا هنعمل مش عارف إيه الكلام ده، يعني نون أبليكابل. طيب الفكرة الثانية بقى إن أنا أشوف الجينيتك تايب السب جينيتك تايب أوف فيروس سي اللي مصابين بيه الأطفال، وأشوف وهل هو مطابق للمرضى اللي بيجوا المستشفى دي ولا لأ؟ طب ما هو أصلاً يعني أستاذي اللي هو في الطب الشرعي المدير بتاعي قال لي يا ابني طب هو انت دلوقتي انت اساسا ايه اللي خلاك تقول ان المصدر هو المستشفى الحكومي؟ ما هم الاطفال دول ما هم بياخدوا حقن في اماكن تانية وبيروحوا الاطباء اسنان واهاليهم اكيد مخالطين ليهم بصوره او باخرى، وما فيش واكيد عيان منهم او اتنين اتعرض لنقل دم قبل كده.
وبيروحوا الحلاقين وبيستخدموا الحلاقين بيستخدموا مواس. فالعلاقة انك انت تاخد علاقة يعني تجد علاقة مباشرة ما بين الإصابة بالفيروس والمستشفى الحكومي صعب جدا ولا يمكن الجزم بيها، وده حقيقة. بعد كده طبعا من الشكاوى الكتير حدوث عدوى داخل المستشفى أدت إلى وفاة، دي طبعا النوزوكوميال انفكشن او العيانين الاميونو كومبرومايز او الكلام ده، ودي كثيرا ما تاتي، واحنا غالبا يعني خاصه في المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه المرخصه دي حضراتكم ما بيبقاش فيها ادانه، لان ما فيش يعني محتاجه بقى ان انت تاخد سواب وتقفل المكان ده هو وتعمل له عزل والكلام ده كله، وده نادرا ما بيحصل. التأخر في تدارك حالة التهاب سحائي وعدم أخذ عينة من السائل الشوكي والقيام بالتحاليل اللازمة، إن الطبيب يعتمد على الديفرنشال دايجنوزيس معين ويسيب الموضوع الانفكشوس، ده من الحاجات اللي ممكن تسبب شكوى طبية ضد الطبيب. عدم كتابة التعليمات الطبية أو التحويل المستشفى أكثر تجهيزا بصورة واضحة ورسمية، يعني حضرتك جالك العيان في مستشفى سين المركز وحضرتك شاكك ان فيها فيرال نيمونيا او فيها كورونا او شاكك ان هي انكفالايتس او مثلا كذا، فحضرتك رحت قايل لهم يا جماعه الحاله دي غالبا كذا، خدوه واطلعوا بيه على مستشفى كذا. تمام، الناس في السكه قال لك احنا دلوقتي الساعه 2 بالليل واحنا على ما احنا هنكلم الدكتور محمد جبالله، ده دكتور جنبنا في الدوار اللي جنبنا، ولا خاصه ده بيحصل في الارياف، هو الراجل يجي يشوفه الصبح يحلها حلال ما يمكن يتحسن، جاء الدكتور محمد جبالله لا عامل اي انفستيجيشن ولا اي حاجه، بصوا يا جماعه احنا هنركب المحلول ده هوت وهنديله الانتي بايوتيك ده هوت على كذا على كذا على كذا. العيان خد الكوكتيل اللطيف ما طلعش عليه صبح، جم الناس بقى اشتكوه من الطبيب المعالج اللي كان في المستشفى. طب حضرتك حولته بصوره رسميه؟ لا. طب في تذكره؟ اه في تذكره. طب فين التحويل؟ انا ما كتبتش تحويل. طبعا انك انت تثبت ان الطبيب شافه او ما شافوش ديت برضو محتاجة تحقيق، واحيانا كتير بيتم اثباتها وبيتم ادانة الطبيب بتقاعسه عن التحويل او كتابة التعليمات الطبية بصورة رسمية. من نماذج الشكاوى الرسمية او الطبية الشرعية الشكاوى القانونية سيدات الحوامل واختيار الادوية الخاصة بهم والوصول والتشخيص الصحيح بالتعاون مع اطباء النساء والتوليد. لما يعني كتير جدا السيدات الحوامل لما بيحصل لهم ابورشن وحالات والله لما بيحصل كونجنيتال انوميلي والطفل يتولد، يشتكوا الطبيب اللي شافهم بقى يعني في الشهر الثاني من الحمل، اصل هو كان خد سيبروفلوكساسين، اصل مش عارف ايه كنا خدنا ايه. طب مين اللي بيقول الكلام ده؟ ما هو دلوقتي اي واحد يروح سائل ابن اخته اللي لسه في امتياز او اللي في ثالثه طب واخد فارما او الكلام ده، بص يا دكتور الدكتور كان كتب لها كده وهي حامل، هوبا لك تيراتوجينيك دراج ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا اثبات الحاجات دي صعب، بس احيانا لما بتبقى حضرتك طبيب معالج وعندك عياده وعندك روشتة وبتبقى كاتب، ممكن ده هو توقعك في مسؤوليه طبيه لو حضرتك ما اخترتش العلاج الصحيح للمريض. برضو من الحاجات اللي اتعرضت كتير عندنا في الطب الشرعي التأخر في إعطاء مصل داء السعار وهذا تأثيره على حالة المريض وعدم مطابقة المصل للمواصفات القياسية. القدم السكرية وطريقة التعامل معها ومتى كان يجب التدخل الجراحي، إن حضرتك اتأخرت إن أنت قعدت تدي أنتي بايوتيك وقعدت تعمل مش عارف إيه ودهانات والكلام ده وما تدخلتش بدري بحيث إن العيان يتم إنقاذ قدمه من البتر. إعطاء الكورتيزون في حالات العدوى ومدى تأثير ذلك على تدهور حالة المريض، برضو عيانين كتير أو أهالي عيانين كتير يقول لك والله هو كان ماشي كويس لغاية لما الدكتور اداله الكورتيزون. طيب أنت اديت له كورتيزون ليه؟ وهل الكورتيزون أصلا كونترا انتجيتد في حالات العدوى وأنهي حالات عدوى والكلام ده كله؟ فعشان كده أساتذتنا وزملائنا لازم قبل ما تدي علاج يبقى فيه راشونال، يعني يبقى فيه سبب ومبرر من وراء هذا العلاج. عدوى ما بعد الجراحة أو بوست أوبرتيف إنفكشن إتز ذا موست كومن كومبليكيشن في الجراحات، وإحنا يعني معلش هو بصورة شبه يومية بيتعرض عليا قضايا بهذا الخصوص، هو كومن كومبليكيشن وتعتمد على حاجات كتيرة، بيرسونال هايجين، بيرسونال إميونيتي، العلاج اللي أنت هل المريض ماشي على العلاج صح اللي حضرتك مديهوله ولا لأ، بيغير ولا ما بيغيرش، الكلام ده كله. بس انا مش هسال حضرتك على الكومبليكيشن، انا هسال بقى حضرتك لما العيان اللي انت عملت له ابنتسكتومي وحسيت ان في مانيفيستيشن اوف بريتونايتس ليه ما تدخلتش؟ العيان اللي حضرتك عملت له سيزيريان، العيان اللي حضرتك عملت لها سيزيريان وجالها اكيوت ابدومين بعدها، ليه حضرتك ما تدخلتش؟ تمام،
العيان اللي حضرتك عملت له حاجه باسكولار او حاجه اورثوبيديك وجاله بعدها مثلا النكروتايزنج فاشايتس او كومبارتمنتال سندروم والكلام ده كله، حضرتك ليه ما تدخلتش؟ ولما تدخلت تدخلت بصفتك ولا جبت حد متخصص؟ ده طبعا من الحاجات اللي احنا بيبقى فيها كلام موسع. بعد كده عدوى انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وتشابههم مع الانفلونزا الموسميه، ودي كانت القضايا كلها في سنه 2010 و2009. ان عيانين راحوا مستشفى او راحوا وحده صحيه، الدكتور قال له لا 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 ده نزل برد وراح مديله العلاج وكتب له حاجات بسيطه والكلام ده، العيان ما تحسنش، يوم اتنين دخل في نيمونيا وبقى وحصل له ديتيريوريشن ومات. فطبعا ديت هنقول برضو يعني مثال مفصل. بعد كده قصور في العلاج بخصوص طفل هنقولها تفصيل. طيب اول حاجه الاصابه بفيروس الالتهاب الكبدي سي عقب غسيل الكلى. مريضه بتغسل في مركز كلى، بتغسل في احدى المراكز غسيل الكلى في اماكن معينه، وبعدين بعد كده راحت مكان معين، فالمكان المعين ده تقريبا من ضمن البروتوكول، وده مش يعني ده ان حضرتك قبل ما بتروح جديد على مكان بيعمل لك فيرولوجي سكرين، فهي كانت نيجاتيف تمام. المهم شهر 2 3 4 6 شهور وهي بتغسل في المكان بتعمل فولو اب فيرولوجي، لقت ان عندها هيباتيتس سي. قالت لك بس انا كده اعتبر خدت العدوى من المركز الجديد ده، وراحت تشكل المركز الجديد. طبعا قرينا الكلام وقرينا هي تعرضت لايه وعملت عمليات ايه وراحت الدكتور مين وهل راحت لاطباء اسنان والكلام ده، وفي الاخر كان الراي في الطب الشرعي انه لا يوجد لدينا ثم دليل فني يمكن التعويل عليه في اسناد مسؤوليه طبيه عن خطا ما مهني او فني او تقصير او اهمال للطبيب المشكوك في حقه فيما قام به من اجراءات علاجيه للمريضه، ده طبيب الكلى او صاحب المد، وانه من واقع الاوراق والتقارير الطبيه المرفقه فانه قد تم اتباع الاصول الطبيه والمهنيه لعلاج ومتابعه حالتها اثناء خضوعها لجلسات العلاج بالمركز الكلوي اللي بمركز الغسيل الكلوي. 2 يتعذر الجزم بسبب ومصدر اصابه الشاكيه بفيروس التهاب الكبدي سي نظرا لخضوع المريضه لجلسات غسيل الكلى بعده مراكز مختلفه، وكذلك نظرا لخضوعها للعديد من الاجراءات الطبيه وتلقيها العلاج بالحقن الوريدي بالدم والتي يمكن من خلالها انتقال تلك العدوى اليها، مثل نقل دم بتاريخ كذا، يعني هي خدت نقل دم في تاريخ كذا، وجراحه لعمل وصله وريديه شريانيه بالذراع الايسر بتاريخ كذا. من المعروف علميا ان الدلالات الفيروسيه والاجسام المضاده لفيروس الالتهاب الكبدي سي تستغرق من شهرين إلى 6 أشهر للظهور في التحاليل الروتينية المأخوذة من المريض المصاب بتلك العدوى، إلا أنه في حالة المصابين بذلك الفيروس من مرضى الفشل الكلوي الخاضعين للغسيل الكلوي فإنه من الجائز في بعض الحالات أن يصابوا بالعدوى دون أن تظهر أي دلالات فيروسية للأجسام المضادة للفيروس في التحاليل الروتينية، الأمر الذي يجعل من الصعب الجزم بالتوقيت الدقيق لحدوث العدوى بالفيروس أو تحديد مصدر الإصابة بالفيروس، وعليه فإنه يتعذر الجزم بكون مركز كذا هو مصدر عدوى فيروسي الذي أصيبت به الشاكية أثناء خضوعها للغسيل الكلوي باستخدام أجهزة ذلك المركز. تمام؟ طيب عندنا برضو قضية تأخر في إعطاء مصل داء السعار ومدى تأثيره على حالة المريض وعدم مطابقة المصل للمواصفات القياسية. دي قضية من زمان برضو، طفلة بتلعب في الشارع فاللي حصل ان في كلب عضها في وشها. طبعا احنا عارفين ان الانيمال بايت او الدوب بايت في الفيس والهيد والنك دي من ضمن الحاجات اللي بيبقى ليها باد بروجنوز تمام، واللي ممكن يحصل لان خلاص هنا المسافه ما بين السنترال نيرفس سيستم وما بين مكان البايت والفيروس بقت خلاص ما فيش اصلا مسافه. فاللي حصل كالاتي، البنت راحت رايحه لمستشفى للمستشفى المركزي اللي هي تبعها، المستشفى ابتدت تدي لها ايه؟ تدي لها ايه الجرعات الخاصه به اللي هو الانتريبس الريبس فاكسين. الطفله بعد حوالي كذا يوم او بعد حوالي اسبوعين جالها مانيفستيشن اوف انكيفالايتس، فيرال انكيفالايتس تمام؟ للاسف المريضه ما ماتتش، ليه؟ لان المريضه جالها سام سورت اوف سيريبرال بولسي كوادربليجيا، كل المانيفستيشن اللي حضراتكم تتخيل كل الكومبليكيشن اللي حضراتكم تتخيلوها ولم يتوفاها الله. رحت كشفت عليها في المستشفى، هنقول دلوقتي ايه اللي حصل. طب الاهلي طبعا بعد ما حصل ده كله
راحوا اتهموا المستشفى الاولانيه اولا ان هم اتاخرهم في العلاج، يعني بدل ما تاخدها خلال 6 ساعات او بدل ما تاخدها خلال 4 ساعات، لا ده هي اخدتها خلال 6 ساعات. ده كلامهم او كلام المحاميين بتوعهم. تاني حاجه ان الادويه اللي كانت موجوده ما هياش نفس اللي مش اللي هي المصل، ما هوش نفس المصل اللي كان موجود في الحته الفلانيه، وان الثلاجات كانت بايظه، وان مش عارف ايه المهم ان المصل ما كانتش شغاله. فده كان رأي الطب الشرعي. تبين لنا مما سبق كله ومن توقع كشف الطب الشرعي على الطفلة فلانة، وبالاطلاع على كافة التقارير والأوراق الطبية المرفقة، وبما أوردناه بالنبذة العلمية عن حالة المذكورة. طبعا أنا جبت نبذة علمية عن الريبس وعن الكومبليكيشن بتاعته وعن البروجنوزيس والكلام ده كله. إنما أصاب الطفلة المذكورة من مضاعفات ما بعد التهاب المخ اللي هو بوست انكيفاليتس الفيروسي، متمثلة في ضمور بعضلات الأطراف الأربعة، وجود تيبس جزئي بالمفاصل، انخفاض في درجة كفاءة الجهاز العصبي المركزي، وحدوث تأثر بقدرات الطفل العقلية لا سيما الإدراك والحواس الخمسة. إنما يرجع ذلك كله إلى حالتها الإصابية الأصلية المتمثلة فيما حدث لها من التعرض لعضة كلب بمنطقة الوجه، وما مثل ذلك من خطورة شديدة على صحة الطفل المذكور، وما نتج عن هذا من مضاعفات صحية خطيرة، والذي كان من المتوقع حدوثه حتى مع ما قام به أطباء مستشفى كذا من تدارك حالتها الإصابية. يعني بمعنى صح إيه؟ هي حالتها أصلاً ما أقدرش أحلف على المصحف إن هي مع أخدها للكمبليت ريجيمين أو أنتريبز إن هي ما يجيلهاش إنكيفاليتس. لا، في فيلير ريت أو في فيلير ريت لهذا الفاكسين، وبالتالي حتى لو هي خدته في الساعة والمش عارف إيه والنوعية و كان ممكن هيجيلها نفس الحكاية. كما تبين ان ما قام به الساده الاطباء المعالجون بمستشفى كذا من اجراءات طبيه يتفق والاصول والقواعد الطبيه المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويتناسب مع الامكانيات الطبيه المتوفره لدي المستشفى. كما ان الامصال التي قاموا باعطائها للمريضه معتمده وموردة الى صيدليه المستشفى بمعرفه كل من وزاره الصحه وهيئه المصل واللقاح، الامر الذي نرى معه عدم وجود ثمة شبهه اهمال او مسؤوليه طبيه يمكن تسندها اليه. ثالث حاجة، كما تبين أن ما قام به الأطباء المعالجون بمستشفى كذا من إجراءات طبية مكثفة ومطولة لتدارك حالة الطفلة كان له ما يبرره من وجهة النظر الطبية، وكان جهدا محمودا، وكان له أكبر الأثر في إنقاذ حياة الطفلة وتدارك حالتها الصحية المتدهورة في حينها، الأمر الذي نرى معه عدم وجود ثمة شبهة إهمال أو مسؤولية طبية يمكن إسنادها إليه. حالة ثالثة، قصور في العلاج بخصوص طفل. طفل ما راح عنده فيفر وبطنه بتوجعه وبيرجع، فالاطباء ايه قال والله ده شكله كده نزله معويه، تمام. فلما راح النزله المعويه ده هو بعدها ادوا له العلاج، بعدها بشويه دخل ديستيب ليفل كونشسنس ريسبيراتوري ديستريس ومات. اهله اشتكوا وقالوا ان الاطباء ادوا له علاج غلط وتم تشريح الجثمان. ده كان رأي الطب الشرعي أنه يؤخذ على الأطباء المعالجين خطأهم في تشخيص حالة الطفل المذكور، حيث اقتصر ذلك التشخيص على مجرد نزلة معوية حادة مصحوبة بجفاف طبقا لأوراق العلاج الروشتات بقى. هذا في حين أورى فحص وتشريح جثة الطفل المذكور أنه كان يعاني من التهاب شعبي رئوي حاد مع نزلة معوية حادة مصحوبة بجفاف. أنه يؤخذ على الأطباء المعالجين ما شابه إجراءاتهم العلاجية للحالة التي كان يعاني منها الطفل المذكور من قصور واضح طبقاً لأوراق علاج المستشفى. أكيد ما كانش فيه فولو أب، أكيد ما كانش فيه فايتال ساينز، ما كانش تدوين العلاج ياخده الحاجات دي كلها، حيث اقتصر ما وصفوه له وقتها من علاج بالمضادات الحيوية على عقاري السيدوستين والجرامايسين، وهو من المضادات الحيوية محدودة المدى حيث ينحصر تأثيرها على البكتيريا من نوع سالبة الجرام. ومن ثم فإنهما وإن كان يعتبران علاجا ملائما لحالات النزلات المعوية التي تنشل في الغالب العام من العدوى البكتيريا سالبة الجرام، إلا أنهما ليس مناسبين ولا كافيين لعلاج حالات الالتهاب الشعب الرئوي الحاد التي تنشأ في كثير من حالاتها عن العدوى البكتيريا موجبة الجرام، مما ترتب عليه تفاقم حالة الطفل المذكور، الأمر الذي انتهى بوفاته بعد حوالي 19 ساعة من دخول المستشفى. الأمر ثانية واحدة يا جماعة
الأمر الذي يعتبر في مجمله خطأ فني جسيم من جانب الأطباء المعالجين بمستشفى كذا، وهم يعتبرون من الوجهة الفنية الطبية الشرعية مسؤولين عن نتيجة هذا الخطأ منهم بما انتهى إلى وفاة الطفل المصحوب. عشان اللابتوب الساينس طيب ده حالة تانية. بعد كده نصائح أخوية. طبعا حضراتكم الحالات الصعبة التي قد ينتج عنها مشاكل، يجب أن يتم تداركها في المستشفيات الحكومية قدر المستطاع. حضرتك حالة جاية فيفرش فيها سيبتك شوك أو فيها سيبتسيميا أو سيبتك سندروم أو سيبسي سندروم، وحضرتك حاسس إن هي هتحتاج بلازما، هتحتاج بلاد، هتحتاج الكلام ده كله، يفضل إن حضرتك ما تعمل لهاش أدميشن في المستشفى الخاص. ليه؟ لأن المستشفى الخاص في حالات الإنفكشن والكلام ده هتقعد فترة طويلة، العيانين طبعا أهل المريض بيصرفهم، عايزين نتائج شبه فورية، كل يوم. هو للأسف هو بيعتقد إن حضرتك هتدي المضاد الحيوي كانك حطيت فيش الكهرباء كده بتاعت اللابتوب وراح شغال، تمام؟ انما اللي بيحصل ان حضرتك فيه بارامترز كتير احنا بنعتمد عليه، فيفضل ان حضرتك ايه، ان حضرتك تاخد الحالات دي او تحولها لمستشفى حكومي مجهز، تمام؟ تاني حاجه ان في المستشفى الحكومي يجب ان تكون تحت رعايه فريق عمل متخصص على اعلى مستوى، تمام؟ يعني حضرتك رحت دلوقتي حولت المريض بتاعك لمستشفى حكومي، هات حد نفرولوجي لو انت حاسس ان الكرياتينين عالي وان في رينال اندرمي، هات حد اندوكرينولوجي لو المريض ده ديابيتك والموضوع فيه مشكله، هات حد فاسكولار لو حضرتك حاسس ان في مثلا لوكال اسكيميا، وهكذا. ما دام انت في مستشفى حكومي ابدا هات حد رعايه، هات حد كذا كذا كذا، تمام؟ ما تنفردش بالراي لوحدك. بعد كده اختار مريضك مثلما يختارك المريض لا سيما في القطاع الخاص. يعني حضرتك قاعد في العيادة مشكورا، وبعدين جالك عيان ومع المرافق بتاعه طبيب زميل أو طبيب بيطري أو صيدلي أو ميديكال ستيودنت وبتاعه، ولقيت حضرتك وانت بتكتب الروشيتا أو بتشرح حاجة معينة في الانستركشنز، والله أصلا أنا لقيت مش عارف إيه، أصلا أنا سمعت قريت على جوجل كذا، فطب حضرتك مش نديله كمان بدل الجرام ده، هو مش الاثنين جرام ده كتير يا دكتور؟ ده المريض ده والبيشنت ده قدر المستطاع حضرتك انت فهمه، وخلي عندك دوكيومنتيشن كويس للحاجات اللي انت بتعملها له، لان غالبا ده هيجي من وراه مشاكل بعد كده طالما بدأ يتدخل في الخطه العلاجيه، تمام؟ كمان حاجه مهمه جدا جدا جدا، حضرتك جت مريضه وحالتها يعني او مريض وحالته مثلا كومبليكيتد او سوفيستيكيتد ومحتاج ام ار اي ومحتاج ايه ومش عارف ايه، حضرتك قلت له والله انت علاجك في مستشفى حكومي او في مركز حكومي، قال لك لا انا بحبك وانت راجل وشك سمح، انت يا دكتوره زي الفل واحنا مبسوطين ومتفائلين بيكي والكلام ده، وانت عارف ان الحاله دي في مرحله من المراحل ممكن تعمل لك مشكله، قول لهم انا اعتزلت الطب، انا طالع مؤتمر ومش راجع، انا يعني هبيع ورد بعد كده، انما لا تستمع، لا تستمع لاملاءات الطبيب للمريض ولا لاملاءات اهل المريض عندما تتعارض مع قناعاتك الطبيه بصوره واضحه، لان بعد كده هيجي قدام وكيل النيابه يقول لك واحنا كنا نعرف، هو انا دكتور؟ انا ما اعرفش، انا زيه، تمام؟ فانا زي اي حد، هو الدكتور اللي قال لنا واحنا سمعنا، انما مش هيقول ان هو طلب منك او الكلام ده كله، او مثلا يعني ده هيبقى حاجة مهمة جدا ليك في البراكتس. في حالة حدوث مشكلة قانونية يكون التعامل عن طريق محامي موثوق فيه، وتجنب الاتصالات التليفونية المباشرة أو رسائل الموبايل مع أسرة المريض. حصل مشكلة ما كومبليكيشن والعيانين هيروح يشتكوك والكلام ده، بعتوا لك رسالة فيها شتيمة حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده كان ماشي على رجليه وانت السبب مش عارف ايه، ما تردش، اعمل بلوك وخلاص.
ليه؟ لان حضرتك لو رديت ما لناش بركه الا انت، طب تعالوا نتفاهم، طب نعمل، طب نسوي، طب حتى شتمته، طب رديت بالصوت، كل الكلام ده بيتاخد سكرين شوت او بيتبعت للنيابه. طبعا هو غير قانوني ان هو يعني هو، بس هو بيبقى بيوضح نوع من انواع الاستدلال ان حضرتك بتحاول يعني تصلح خطا، او ان حضرتك مع ان انت مش غلطان، دي كومبليكيشن يعني، فتخلي بالنا من النقطه دي كلها. في حاله حدوث تصالح مع اسره المريض يجب ان يكون موثقا في حضور محامي الطرفين وبشروط محدده بعدم التقاضي امام القضاء المدني او الجنائي، وبيتسجل في اشهر العقار. في القطاع الخاص او الحكومي لا تضع اسمك على ملف اي حاله كطبيب معالج او مجري للجراحه الا اذا كانت الحاله تخصك بالفعل فقط لا غير. عيان جاي وحضرتك مش عارف ايه، ان ما كانش العيان ده دخل تحت عينيك وحضرتك عملت ساهمت في علاجه وحضرتك شخصته او حضرتك عملت له انفستيجيشن او طلبت له كذا، ما تتطوعش ان اسمك يتكتب وخلاص. مش داخل باسمك في مستشفى خاصه وحضرتك ما شفتش العيان، ساعه ما هيحصل مشكله النيابه بتطلب التذكره، فين الدكتور محمد جاباله اللي اسمه مكتوب على التذكره؟ والله الدكتور محمد مش هو اللي كان بيعالج، ده الدكتور علي. ما حدش هيقول الدكتور علي، هات الدكتور محمد جاباله. دي نقطه مهمه جدا. طبعا نقطة مهمة، الاستعانة باستشاريين الطب الشرعي في الجامعات وغيرها عند حدوث مشكلة من أجل صياغة التقارير الطبية تمام المقدمة للقضاء بصورة منظمة وسليمة. زي ما أنا كطبيب شرعي يوم ما بتعب أو أي حاجة بروح لطبيب شيست أو بروح لطبيب إندوكرينولوجي أو بروح لطبيب تروبيكال، تمام؟ ليه؟ لأن أنا طبيب شرعي وكل حاجة، بس أنا ما أعرفش يعني، أنا ما أعرفش أكثر، معلوماتي فيما يخص هذا التخصص محدودة تمام، فبروح للتخصص المختص. انما حضرتك برضو لما تتعرض لمشكله ما، ان ما كانش عندك خبره، ان نلاقي الموضوع كبير ما فيش اي مشكله، جميع كليات الطب دلوقتي ما شاء الله اساتذتنا فيها، اساتذه الطب الشرعي فيها مكاتب استشاريه، في مكاتب استشاريه في كل المحافظات، في كذا في كذا في كذا، وري له التقرير، وري له المشكله، وقول له اكتب ايه وما اكتبش ايه وازاي تكتب تمام. أي حالة متوقع فيها مشكلة أو شكوى قانونية، الأفضل يتم عمل تحقيق داخلي والوصول للسبب والمسؤول وترتيب كافة الأوراق الخاصة بالحالة. مشكلة في المستشفى، مدير المستشفى أو رئيس القسم يجمع الناس، يا جماعة مين اللي كان في الشفت اللي حصل فيه المشكلة، كل واحد يكتب لي تقريره، أنت عملت أنت ما عملتش وهكذا. ده مهم جدا علشان لو لا قدر الله في شكوى قانونية ما تتخضش وما تبقاش. طبعا لازم نظبط التذكرة، ده أول حاجة، ترتيب الاوراق ده يبقى اول حاجه التذكره تتظبط كما ينبغي، لان اللي انت ما كتبتوش يبقى انت ما عملتوش وستسال عليه. اي قرار اداري من شانه تعريض المريض للخطر او يقطع عمليه اسعافه بيضع المسؤوليه على متخذ القرار. عيان ديستربد ليفل اوف كونشسنس وفيفرش وديتيريوريتد وبتاع، حضرتك قلت ما حدش يطلع للعنايه الا لما يكون عامل سي تي والعيان اباوت تو كولابس، ده قرار خاطئ. الاول اعمله ريسسيتيشن، اي في فلويد، مش عارف ايه الكلام ده كله في العنايه، وابقى انزله يعمل سي تي. يجب ضمان سلامه كافه مرافق المستشفى وجاهزيتها لخدمه المريض، الاشعه، الحضانات، غرف العمليات، جهاز التخدير، الغازات الطبيه. ولو في خلل ادى الى تضرر مريض يتم مساله الجميع، خاصه لو ما فيش ورق رسمي بمحاوله اصلاح او شكوى ان الجهاز ده بايظ او كده. زي ما قلت قبل كده، كل التخصصات الطبيه اصبحت عرضه للشكوى الطبيه، اشعه، تحاليل جلديه، عصبيه، باطنه، وعلاج طبيعي. شكرا، وفي انتظار اسئلتكم ان شاء الله. الف شكر يا دكتور محمد، واحنا يعني سعداء بحضرتك وجزاكم الله خيرا، المجهود الواضح مبذول في المحاضره يعني. ربنا يخليك، شكرا دكتور احمد، ربنا يبارك في حضرتك. احنا يعني لو في اي اسئله تحضركم طبعا. تمام، كان في حد في اي اسئله؟ لو في حد من اساتذتنا عايز يسال. طب هو في الشات حد بيسال؟ ان شاء الله المحاضره بتاعه الدكتور محمد مسجله، والتسجيل ان شاء الله هينزل يعني خلال ايام على قناه الاي دي كير على اليوتيوب. يعني دكتور محمد، من الحاجات اللي يعني اللي بنشوفها كتير في الحالات مستشفيات الحميات، حالات السينيس انفيكشن، يعني الحالات اللي هي بتبقى سسبكتد من انجايتس او انكفالايتس، ومستشفيات الحميات
يعني جزء كبير منها ما بيبقاش فيه سي تي، يعني ما بيبقاش فيه أشعة مقطعية في المستشفى نفسها. فبيبقى مثلا احيانا بعض العيانين بيتطلب ان انت تبقى تعمل له اشعه مقطعيه قبل ما مثلا يتبذل العيان، تعمل له لامبر بانكشر وكده. تمام. في الطريق بقى يعني انت هتبعت العيان يعمل لامبر، يعمل مقطعيه وبعدين يرجع لك عشان يتبذل. لو حصل حاجه للعيان في الوقت ده، المفروض العيان يكون مثلا مبعوث بورق رسمي، ولا بس مجرد ان هو لسه العيان على قوتك وانت بتبعته بس ويرجع؟ طبعا العيان ده هو لو في اي نوع من انواع الديتيريوريشن او الكريتيكال، طبعا حضرتك لازم تبعته بطريقه رسميه. ما فيش حاجه اسمها انا روحه واعمله متعارف، تمام؟ ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ما يروحش لوحده، على الاقل خالص يكون معاه طبيب مقيم مؤهل لعمل اي، وممرض او مسعف يكون مؤهل لعمل اي نوع من انواع الفيرست ايد لو حصل للعيان ده حاجه، تمام؟ ما يتبعتش في عربيه اهالي، يعني حضرتك ما تقولوش خدوا ميكروباص وخدوه وتعالوا، لا، لازم اسعاف طبي مجهز. الحاجات دي طيب العيان ده هو مثلا لو انت شاكك ان الجاست كوما سكور بتاعه او هو نوت كونشوس ومحتاج فنتليشن، لازم تخرجه على فنتليشن. انما ان حضرتك تعمل له اكستيوبيشن وتقول لا ده هو كويس واحنا عملنا له ويننج في العنايه من يومين وكان يعني اهو والكلام ده خطا طبي، ودايما ما يتم ادانه الطبيب بسببه. فزي ما قلنا لازم يكون تحويل رسمي في وجود طبيب مقيم وطبيب مؤهل ومعاه مسعف في اسعاف مجهزه، تمام؟ بحيث ان ويتبع حضرتك قدر المستطاع مجهز له مع الجهه اللي هو هيعمل فيها السي تي ان هي تنجزه بسرعه، عشان لاي نوع من انواع المضاعفات او التاخير اللي ممكن حضرتك او الجهه الثانيه تسال عليه. طيب تمام، جزاكم الله خير. في برضو في حد بيسأل في حالات الطوارئ هل نقل الدم او التنفس الصناعي اذا تم دون الرجوع للمريض واهله في مسؤوليه طبيه اذا كان رغبتهم ولكن يعتبر ضروري للحياه؟ لا، هو حضرتك كل ما هو لايف سيفنج ده ممكن ان احنا ما ناخدش فيه كونسنت، وده دي ده ده اساسي. يعني حتى مثلا في عمليات البوست بارتم هيموريدج، واللي هي بوست بارتم اتونيك هيموريدج، لو العيانه جالها وزوجها قال لا ما حدش يعمل لها استئصال رحم وده كان العلاج الوحيد ليها، حضرتك استأصل الرحم بعد اخذ راي الاستشاريين الموجودين وان انتوا بتكتبوا ريبورت بحالتها والاثنين الاستشاريين او اخصائي او ثلاثه اخصائيين او استشاري واثنين اخصائيين. نفس الحكايه هنا الانتيوبيشن ده ما يعتبرش، ده يعتبر حاجه طارئه لانقاذ المريض. نقل الدم نفس الحكايه، فحضرتك ممكن دون الرجوع للمريض واهله، خاصة لو المريض نفسه نون كونشس. طيب دكتور محمد، برضه حضرتك عارف ان مستشفيات الحميات تقريبا هي اللي بتتعامل مع عيانين ال اتش اي في والايدز وكده. احيانا جزء من اللي العيان بتاع الاتش اي في او الايدز بيكون محتاجه مثلا بيكون محتاج سيرجيكال انترفينشن، لكن نظرا لان مفيش مثلا وعي بالموضوع وكده، فمجرد بس ان هو العيان بيتسمع ان هو اتش اي في يبقى يطلع على الحميات، والعيان ممكن يبقى عنده مثلا حاجه سيرجيكال ايمرجنسي. تمام. المواقف اللي زي كده يفترض ايه اللي يحصل؟ يعني مثلا عيان جاي يعني بيحصل كتير مثلا يكون انترافينوس مثلا دراج اديكت وجاي ب فيمورال ارتري مثلا هيموريج كان ضارب فيه او حاجه زي كده، وبعدين على الحميات. الحميات اصلا في الاول في الاخر يعني اصابه سبيشاليتي من البطنه يعني. فالموقف في الحاله زي كده ايه اللي يحصل يعني؟ هو حضرتك طبعا بتعمل كومبليت دوكيومنتيشن للحاله، تمام؟ بتنسق مع مدير المستشفى عندك او المدير الطبي ان هو بيتواصل مع المستشفى، اقرب مستشفى حكومي فيها السبيشاليتي اللي حضرتك شايفه، بحيث يتم تجهيز قسم عزل ليه او غرفه معزوله مجهزه لاستقباله لتدارك حالته الجراحيه، تمام؟ وكل هذه المخاطبات تتم بصوره وكل هذه المخاطبات تتم بصوره رسميه، تمام؟ ما فيش حاجه اسمها انا اتصلت تليفونيا،
ليه؟ لان حضرتك ساعه الجد انا ما حدش كلمني، او هو كان بيكلمني بيسلم عليا وبيقول لي كل سنه وانت طيب. فتحضير كافه الخطوات العلاجيه بتتم ما بين المدير الطبي وما بين الطبيب اللي موجود عن الحاله المسؤول عن الحاله وما بين الجهه الايه الجهه المستقبله. كل ده لازم يكون دوكيومنتد بالتايمينج، لان لا قدر الله لو حصل للعيان ده ديتيريوريشن هيقول لك في تقاعس من المستشفى الحميات في الكذا، في ان هو مثلا يعمل مانجمنت او ان هو يعمل كونسلتيشن او الكلام ده كله. فاهم حاجه دوكيومنتيشن تايمينج، وان حضرتك تبقى كين على العيان ان هو يتحقق له الموضوع ده قدر المستطاع. في برضو سؤال دكتور احمد يمكن في الشات، ارستد عيان ارستد في اسانسير والاسانسير اتعطل وكان هناك يعني ده هو طبعا عيان ده سيء الحظ جدا، بس هنا هيسال مسؤول المستشفى مش الطبيب. يعني انت كطبيب قاعد في اسانسير العيان ارستد معك وانت بتعمل ريسسيتيشن، انت مش مسؤول عن صيانه الاسانسير. اللي هيسال فنيين المسؤولين مثلا المكتب الهندسي اللي موجود والكلام ده، فديت مش حاجه طبيه خالص. يعني ما مدى مشروعيه طلب فحوصات من خارج المستشفى في حاله عدم توافرها داخلها خصوصا مع التنديد بعض المستشفيات؟ يعني مشروعيه قانونيه ولا مشروعيه اخلاقيه؟ يعني انا برضو مش فاهم. ما هو هي مش بيسأل على قانونيه. بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا يعني قانونيا هو طبعا هي ساعه الشكوى هيقول لك ده هم قال لنا اعملوها بره تمام، بس في نقطه حضرتك انت دلوقتي عايز تنجز نفسك فانت طلبتها من المريض، ده يقف يعني هي مش قانونيه ان حضرتك تطلع اي عيان ادميتد علشان يعمل حاجه بره ويرجع انت ستسال عليه، خاصه لو حصل له كومبليكيشن في هذا النقل غير الرسمي تمام يا فندم. فحضرتك علشان تغطي نفسك انت تطلب فور سي تي مثلا وتبدا تجهز لنقله لمستشفى حكومي. جاء العيان وقال لك والله يا فندم انا مستعد اعملها والكلام ده، يعمل خروج حسب الطلب ويطلع وحضرتك تعمل له ادميشن تاني او يكتب اقرار مكتوب انه هو هيخرج انه هو يعمل كذا كذا على مسؤوليته الشخصيه، وحضرتك ساعتها تطلب منه توفير عربيه اسعاف، او حضرتك لو تقدر توفر له اسعاف من والى المستشفى يبقى كتر خيرك. بس قانوني هو طبعا امر غير قانوني، وللاسف في كذا قضيه اتعرضت قدامنا ان العيانه كان الجهاز معطل في مستشفى ما وراحت عملته برايفت ولما رجعت، ودي قضيه يعني دي قضيه لسه من اسبوعين معروضه عليا، عيانه بتعمل المفروض ان هي عندها مثلا حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا والجهاز اللي موجود في الجامعه ما هوش شغال او اللي بيشغله مش موجود او كذا، فتسهيلا للمريضه علشان ما تقعدش اسبوعين ثلاثه في المستشفى ادميتد بدون داعي، قام احد الاطباء قال لها والله يا ستي كل حضرتك هتعملي الاشعه في الحته الفلانيه ديت، والحته الفلانيه ديت حته حكوميه وهيبقى فيها اطباء تانيين بيعملوها، حته حكوميه مش حته حكوميه يعني مركز حكومي للتدريب ولكن بيتعمل فيه الاشعه دي. فهي كانت هتروح ضمن مجموعه من الحالات اللي في ورك شوب. كلام جميل كلام جميل. راحت عملت الحالة الأشعة وزي الفل، وراحت في عربية أوبر ورجعت في عربية أوبر وكان معاها نائب من الاسم وكلام جميل جدا 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 جدا. الحالة دي تكمن متوصي عليها من الأستاذ دكتور تاني، إزاي وإزاي العيانة تروح في هي العيانة طبعا غلبانة وكل حاجة، العيانة تروح في مركز تدريب ويتعمل عليها الأشعة قدام الأخصائيين والاستشاريين التانيين ومش عارف إيه. وتم شكاية الطبيب اللي قام بهذا الإجراء الإنساني تمام، من ضمن الشكاوى شروع في قتل، هتك عرض، نصب واحتيال. يعني تخيل حضرتك، تخيل العيانه اولا ما حصلهاش اي حاجه ولولا الاشعه اللي اتعملت لها ديت كان حصل لها هيستريكتومي، الحمد لله ما حصلهاش الهيستريكتومي وقامت هي والبيبي بفضل الله كويسين. بس المحامي اللي اشتكى الطبيب ده هو لبسه في ثلاث اربع تهم، هتك عرض، شروع في قتل، نصب واحتيال، مش عارف كذا حاجه كده مع بعض. فطبعا احنا قدر المستطاع نحاول ان احنا نامن نفسنا، امضي يا عم الحاج خروج حسب الطلب. رجع شيل الورقه الخروج حسب الطلب وكمل معاه. ما رجعش لا قدر الله ولا حصل حاجه يبقى هو على مسؤوليته الشخصيه، ده في حاله ان هو انسيست،
انما هو لو مش في ناس بتعمل حاجة اسمها إذن خروج، مش عارف هو ده المقصود ولا ده ما مقاس اعرفش، ليه انا ما يعني. اعرفش المسميات. ما هو حضرتك هتعمل اذن خروج، ماشي اعمل اذن خروج، بس برضو حضرتك كطبيب، إن فكرة خروج حسب الطلب ده يعني، العيان بيخرج خالص المستشفى وبعدين بيرجع ويتعمل له أدميشن من أول وجديد. ايوه بس اذن خروج لعيان محتاج سي تي بره، هو يعني وهو السكور بتاعه وحش، هو ازاي مين اللي طلب اذن لا خروج؟ لا 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 مش لكده طبعا، لا 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 مش في حالة زي كده طبعا، لا. اه تمام. انا قصدي يا فندم ان انت تامن نفسك، لان حسن النوايا زي ما احنا شفنا خلى الطبيب يلبس 3 4 طفل وهو في غنى عن هذا. خلاص الست كانت تقعد 3 اسابيع في المستشفى لغايه لما الجهاز يتصلح، فيعني قدر المستطاع ان احنا نامن نفسنا. طيب برضو سؤال، لو طيب في حد من عند نقل احد المرضى من غرف العزل بعد التاكد من عدم اصابته بالكورونا الى غرفه مخصصه كذا، ونقلت العدوى داخل الغرفه بعد من هذا المريض لعدم دقه الاختبار، لا ما فيش مسؤوليه، ما هو حضرتك فيه فولس نيجاتيف ريزلت، وبرضه يعني من سيجزم ان هو المصدر؟ يعني معلش احنا كنا يعني كلنا ربنا لا يعيدها ايام، في ناس خاصه انا هتكلم، انا مثلا الناس المقيمين في الخليج، الكويت، السعوديه، الاماكن دي، في ناس حرفيا كانت محبوسه 24 ساعه داخل شقائها وجالها كورونا، مين اللي يجزم ما هو مصدر العدوى؟ تمام. فبرضه يعني اثبات ان المريض ده هو مصدر العدوى ده ما اعتقدش ان هو هيبقى سهل، يعني خاصه طبعا في انكيوبيشن بيريد والكلام ده. تمام. ماشي يا طيب هو فندم. نقطة تانية برضو، لو احنا بنتكلم في ان في اختلاف مثلا ما بين لوكال ناشونال جايد لاين مثلا وحاجة زي انترناشونال جايد لاين، ولو الطبيب هل هنا ملزم ان هو يمشي على الناشونال جايد لاين ولا ممكن يمشي مثلا بحاجة خارجية؟ واحنا بنتكلم على جايد لاين مش بنتكلم مثلا على حاجة ستاديز او بنتكلم على مثلا طيب هي لسه النقطة، حاجات دراسات وكده، احنا هي بنتكلم على جايد لاين مثلا. هل الاثنين بيؤدي نفس الوظيفة؟ هو الاثنين هدفهم طبعا ان هو علاج العيان، لكن بتختلف الطريقه يعني، مثلا هنا بيكون عمل اوثرايزيشن مثلا لدواء معين وهنا ما عملش، ف هنا في الحاله دي هو الأفضل إن حضرتك تتبع اللوكل، اللوكل. علشان لما تيجي حضرتك لا قدر الله تسأل، ما يقولكش والله هيئة الدواء المصرية لم تصرح باستخدام هذا الدواء في علاج الكورونا. تمام. في أحد الأطباء قضية مشهورة قال لك والله ده هو عالج فلان الفلان الله يرحمه بالطريقة الفلانية، والعلاج ده ما كانش اعتمد رسميا من هيئة الدواء المصرية في علاج كذا. تمام. يعني برضو نحاول قدر المستطاع ان احنا ما نخرجش بره اللوكال جايد لاين او الحاجات اللي موجوده، عشان ما نعرضش نفسنا. احنا طبعا ساعتها في الطب الشرعي هنقول اه ان في برضو الانترناشونال جايد لاين والكلام ده كله، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الكرب والهم الذي يحمله الطبيب المشكو في حقه واحساسه بالامتهان وهو رايح جاي للنيابه ومحامي ياخده ومين يوديه وامين شرطه يقول له اقف هنا والكلام ده، فقدر يعني انا ادعو الى استخدام الطب الدفاعي، خاصة إن مفيش قانون مسؤولية طبية بيحمي الطبيب في مصر. عارف حضرتك في السعودية، في بعض دول الخليج، في الدول الخارجية، القانون اللي بيحاكم الطبيب غير القانون اللي بيحاكم البلطجي. إنما في مصر حضرتك ممكن تبقى في، يعني حضرتك قاعد يعني لا قدر الله في قفص الاتهام، واللي جنبك متهم في قضية اغتصاب، واللي بعديه بلطجي، واللي بعديه قتل واحد، ويصدر الحكم في حقك انت اصابه خطا او قتل خطا قبل ما يصدر الحكم في قضيه المغتصب او القاتل عمدا، وانت بقى كل محامي وشطارته. فعشان كده احمي نفسك، انا مش هستفيد حاجه كطبيب ان انا يقال عني ان انا ما شاء الله بعمل كل حاجه ومش عارف ايه، وفي الاخر اقع في مشكله بسبب ان انا خدت حاجه متهوره او ان انا خدت حاجه فيها شجاعه. لا انا مش شجاع، انا طبيب، انا مش مصلح اجتماعي، والله الامكانيات المتاحه كذا والدواء المتاح كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، اصرف من الصيدليه وتعال العلاج ده من بره، بروح هاته بقى من بره براحتك، انما ما توصفلوش كوكتيل من جوه المستشفى وفي الاخر تقول ده جايد لاين ويحصل فيه مشكله. يعني قدر المستطاع احمي نفسك. مريض على جهاز تنفس صناعي جلسته 5 بسبب صدمه سموميه،
هم حضرتك بيمضوا على حضرتك هنا بيمضوا على اقرار بمسؤوليتهم التامه عن خروج هذا المريض، لان هم دلوقتي هو الليجل جارديان بتاعه مين؟ ابنه، والده، اخوه، حفيده، الكلام ده. ساعتها هم اللي مسؤولين، وحضرتك بتمضي اقرار ان هو خروج على مسؤوليته وان مع علم الكامل. لان حضرتك برضو في نقطه ان انت ما تقدرش تحجز مريض للعلاج داخل المستشفى ضد ارادته او ضد اراده اسرته. تمام، هتقول لي والله اصل المريض زي جلاسكو 5 وهو مش واعي، بس سبحان الله في ليجل جارديان مسؤول عنه. ما هو برضه الليجل جارديان ده لو قال لك خلاص يا دكتور احنا يعني انت هتعمل ايه؟ الابقاء عليه في المستشفى ضد رغبه الاهل مش هيبقى صح، ويعرض نفسك للمشكله. في نقطة بس هنا دكتور محمد، ان يعني العيان اللي دايما اللي على تنفس صناعي، كونك ان انت هتفصله من على الفنت هتشيل تيوبة دي، ده اظن مش مسموح. يعني ده حتى لو اهل العيان، طالما العيان اتحط على الفنت. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انت حضرتك بتعمل كونسن وبتقول لهم وبتقول ان ده كان على بناء على رغبة الاهل مع كامل علمهم بكذا، وبعد ما بتخلص الكونسنت بتبلغ نقطه، بتعمل محضر اثبات حاله في محضر في نقطه الشرطه لحمايه نفسك. طيب حضرتك هتقول له طب دلوقتي الشرطه قالت لك طب انت حسبتهم خرجوا ليه؟ هم خرجوا غصب عنك. طب افرض اقتحموا عليك العنايه وراحوا شادين العيان، عمل مشكله لمريض ثاني، هتقدر حضرتك يعني هتقدر حضرتك تحمي نفسك او تحمي المرضى الاخرين ازاي؟ تمام؟ قمت بإعطائه وارتفاع شديد في السكر واشتكى، يعتبر لا. هو حضرتك يعني دكتور محمد، حضرتك انت مديله الدواء ده، انت مديهوله انديكيتد ولا نوت انديكيتد؟ لو انديكيتد وحصل منه كومبليكيشن ده متوقع، ما هو حضرتك ممكن اصلا تديله مثلا حاجه انت هايبر تنسب، ومن ضمن المكونات بتاعتها بتعمل هايبر جلايسيميا او هايبر يوريسيميا. فالمهم ان حضرتك عملت ايه لما لقيت ان الدواء ده تسبب له في الطريقه الفلانيه؟ هل حضرتك وقفت الدواء، عملت له تابرنج، حضرتك اديت حاجه انت هايبر تنسب، حضرتك ظبطت له السكر، الكلام ده كله؟ تمام، يبقى ماشي تمام. مريض بيلز بولسي والكلام ده، يبقى المريض يجب ان حضرتك تدي له بريكوشنز، قول له والله يا فندم هتقيس ضغطك، حضرتك حسيت بنشفان ريق، حسيت ان انت بتتبول زياده، حسيت كذا، حسيت كذا، حسيت كذا، حضرتك ترجع لي وتعمل موديفيكيشن للعلاج، او تعمل له حاجه يعني تو كومبيت ذيس سايد افكت. انكيفالايتس، مريض في مستشفى عام ديستربد ليفل جلاسكو 8، جاي انكيفالايتس، شكينا ان هو انكيفالايتس فيفر، ايه اللي يتعمل؟ سيتي برين معاه لما حاولنا نسال المستشفى الحميات الطلب، وده غير متاح. لمبر بانكشن، يعني هو انا بس مش فاهم السؤال، يعني هو المطلوب يتعمل له لمبر بانكشن وده غير متاح في المستشفى العام، ولا يعني حضرتك كنت عايز تنقله المستشفى الحميات عشان يتعمل له لمبر بانكشر، صح؟ ده اللي انا فهمته كده، صح يا دكتور احمد؟ هم شاكين العيان انكيفالايتس وعايزين يحولوه على مستشفى حميات، لان الحميات هي اللي بتستقبل حالات السينيس انفكشن. تمام، فالحميات يعني عشان يقولوا ان ده ديفينيتيف دايجنوزس ان هو في سينيس انفكشن، طلبوا لمبر بانكشر قبل الريفيرال. اللمبر بانكشر عموما بيتعمل في مستشفيات كتير، اللمبر بانكشر ممكن يعملوا التخدير، ممكن يعملوا دكاترة الحميات احيانا بيعملوه. يعني انا قصدي مش طيب، هو يعني المستشفى دي ما فيهاش دكاترة التخدير؟ هو غالبا هو ده السؤال، يعني هو السؤال ان هو ما عندوش امكانيه ان هو يعمل لمبر بانكشر في المستشفى بتاعته، يعمل له ريفيرال لاقرب مستشفى ممكن يبقى فيها لمبر بانكشر. لا، وساعات يا دكتور بعد اذن حضرتك بيبقى المريض مثلا عنده فوكال، السي تي بتقول عنده فوكال ليجن في البرين، فممكن يبقى كونترا انديكيشن، بيبقى فيه يعني في كومبريشن، فممكن يكون كونترا انديكيشن. فاحنا دلوقتي بنبقى مثلا ممكن المريض يبقى الايمجنج دي ممكن تبقى ليها كذا ديفرنشال دايجنوزز، وبعدين ما بيبقى ساعات حتى لو انا عملت لامبر بانشر
مش ما يبقاش عندي فيرولوجي ان انا اعمل مثلا هيربس سيمبلكس انكفالايتس ما اعرفش اشخصها الا اذا عملت البي سي ار للسي اس اف، مكان ممكن ما اكونش افيلبل عندي في المستشفى. ففي الحاله دي انا لما ادي امبيريكال ميديكيشن يبقى موقفي ايه؟ يعني حضرتك بتسالي دلوقتي يعني انا استشاري امراض معديه في مستشفى حميه العباسيه، فاحنا ساعات بنتعرض للانكفالايتس. هاو تو مانج، ساعات نعمل امبيريكال ميديكيشن وساعات الايمجنج بتبقى مثلا ممكن هل هو هيربس ولا هو تيبركلوما ولا هو كريبتو. كريبتو بتشخص عن طريق اليست بيشوفوها في السي اس اف، لكن في ساعات اللي هو لو تيوبركلوس هيبقى عايزه اللي هو جين اكسبيرت بيغيب عليا، وعايزه طبعا تي بي كالشر بيغيب عليا، فانا هقعد جنب العيان ولا هديله لو انا اديته امبيريكال ميديكيشن يبقى انا موقفي ايه؟ سؤال، الامبيريكال ميديكيشن ده في جايد لاينز بتؤيده؟ ايوه، يعني مثلا لو عندي ليجن في التمبران موست بروبابلي يبقى هيرب سامبلكس. ممكن برضو يعني ممكن حد تاني يقول لا، طب انت اديتي على اساس ايه؟ ممكن يكون مثلا تيبركلوما برضو بتيجي في التمبران، ففي بتبقى اشكاليه في الفوكال ليجن اوف ذا برين. وهو انا ما عنديش فاسيلتيز ان انا هستنى جنب العيان. هاو تو مانج؟ طيب انا لا، هاو تو مانج حضرتك اللي تقولي يعني بس. لا يعني انا هستنى واقف جنب العيان ولا هيبقى ايرجنت؟ يعني مثلا لو انا شخصت ان هو هيربس سيمبلكس انكفالايتس عشان في فوكال ليجن في افكت التمبرال، فانا هدي الميديكيشن اللي هو بتاعت الهيربس. ما عنديش فاسيلتيز ان انا مثلا هيخافوا ان هم يعملوا لمبر بانشر احسن لان في فوكال ليجن، او لو هو عمل لمبر بانشر ما عندهوش مثلا الفيرولوجي ان هو يعمل سي اس اف هربس سمبلكس بي سي ار، فانا ببقى واقفه مربوطه. فانا هدخل بقى وهعالج العيان على ان انا هبقى هو مثلا بوسيبيليتي ان هو هربس سمبلكس. لو هو ما طلعش هربس سمبلكس وكان الايمجنج يتوافق مثلا مع التيوبركلس مثلا تيوبركلوما، هل انا ابقى ملامه؟ فانا دي حاجات محيره بتصادفنا. بس اصل حضرتك ديت يعني هو ملامه او مش ملامه ده يتوقع. لو اللي حضرتك عملتيه كامبيريكال ثيرابي ده في جايد لاين بيؤيده وحضرتك ايوه بيقول لي ان الايمجنج دي بكونفيرم ان هي لو هي في التمبرال موست بروبابلي ذا فيرست بوسيبيليتي هو هربس. بعدين ممكن حد تاني يقول لي لا، ما هو ممكن تكون تيوبركلوما. فاحنا يعني ساعات في حالات محيره. انا اقول لحضرتك لو يعني كده، لو حاله المريض بتسوء ولا يوجد امكانيه لوصول للتشخيص معين نتيجه وجود عقبات اداريه او عقبات فنيه، وحضرتك مطلوب منك اتخاذ قرار وفقا لجايد لاين معين، حضرتك خديه وبيبقى حضرتك احنا مشينا وفقا لديفرنشال دايجنوزيس وجايد لاين، فده ما يبقاش ساعتها على حضرتك اي نوع من انواع المسؤوليه الطبيه. تمام. أيوة. انما أيوة. المسؤوليه الطبيه امتى؟ لو حضرتك كل حاجه متاحه واتاخرت، او كل حاجه او لو حضرتك كل حاجه متاحه وعملت ووصلت النتيجه واديتي علاج غلط. انما الحاجات مش متاحه، حضرتك اديتي امبيريكال ثيرابي لحين ظهور نتائج تحاليل او امكانيه تحسن حاله المريض والتعرض لانواع اخرى من الانفستيجيشن، فساعتها حضرتك ما عليكيش مسؤوليه طبيه ان شاء الله. طيب شكرا يا دكتور. شكرا. دكتور عاطف، اتفضل يا دكتور عاطف. شكرا دكتور احمد سعد، شكرا جزيلا استاذ دكتور محمد. هو المشكله السؤال اللي فات ده، في احنا بنتعرض لادهى وامر من ان بيبقى الحاله مثلا في مستشفى جامعه او مستشفى ما عام مثلا او مركزي، ما فيش اصلا اسسمنت كويس للحاله، وانس ان هو شاف ان الحاله فيفرش، لا دي مش بتاعتنا دي تحميات، وهو بيعمل لك ريفيرال للحاله وتفاجئ بان الحاله قدامك في الحميه. طب يا جماعه ما في نون انفكشوس كوزس للفيفر، ما تعمل اسسمنت كويس، تفاجئ بان مثلا عيان عنده ساينس اوف لاتراليزيشن، يبقى انت شاكك في ستروك. واغلب الحالات على فكره اللي هم بيعتقدوا ان هي سينس انفكشن كتير منها بيطلع معانا ستروك، وبيجي بقى الاهليه مشحونين ومتعبين، لا يا دكتور ده سخن ودي حالتكم مش عارف ايه، مشحونين شحن تام.
الحل ايه في الوضع ده مع الاهليه بقى، وانت مش حاول تقنع الاهليه ما فيش جاي متعبي ومشحون جاهز من المستشفى اللي متحول منها، ايه الوضع القانوني بالنسبه لي؟ انا على الاقل حتى محتاج سي تي وانا ما عنديش سي تي. يا عم اعمل له حتى سي تي عندك، اعمل لي اكسكلوجن للاذر كوزس، اعمل لي اكسكلوجن للستروك، وفجاه بقى انه عندي لاتراليزيشن ساينس اوف لاتراليزيشن وراجل في ستروك وجاي تقول لي عشان فيفرج تاخده، انا اتصرف ازاي مع الاهليه في الوضع ده؟ طب بعد اذنك يا دكتور محمد، يعني قبل بس ما حضرتك تتكلم، احنا يعني بس بالنسبه للدكاتره اللي معانا، احنا بس عايزين الاسئله تبقى في السكوب بتاع المحاضره وفي سكوب تخصص دكتور محمد اللي هو الميديكوليجال اسبيكت. احنا طبعا عارفين يعني المشاكل التخصص كتير، واحنا يمكن لسه كنا في المؤتمر متكلمين عنها، بس احنا يعني نحاول بس ان الاسئله تبقى في ال يا دكتور احمد، ما بعرف على انه سي ان اس انفكشن. ايوه انا فاهم يا دكتور عاطف، احنا انا فاهم النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. بتوضح الانفستيجيشن اللي انت محتاجها للمريض للاسره المريض، وبتقول لهم ان انا مش هوصل لتشخيص الا لما يتعمل واحد اثنين ثلاثه، وبصوره رسميه تعمل اعاده ريفيرال للمريض للجهه دي برجاء عمل كذا واحد اثنين ثلاثه لعدم تواجدها عنه، وعرضوها على طبيب عصبيه. في حاله عدم وجود اي مظاهر تشير الى ان هو حاجه نون انفكشوس برجاء اعاده ارساله اليه بتحويل رسمي، خاصه ان لو حضرتك ما عندكش اي موداليتي ايمجينج موداليتي يساعدك او حاجه تساعدك للوصول. الكلام يبقى رسمي مش مع العيانين. حضرتك هتقول لي اهل العيان هيجوا يتخانقوا معايا، انا كنت نايب طوارئ لمده سنتين، ومش عايز اقول لحضرتك ان انا كان العيانين بيتبعتوا لنا من المستشفيات المركزيه يقول لك اصله عنده جلطه في المخ، تيجي حضرتك تعمل له سي تي برين تلاقي مفيش اي حاجه في المخ، تيجي تعمل له راندوم بلاد شوجر تلاقي السكر بتاعه 30 و40. فاحنا بنواجه يعني انا مدرك تماما للمعضله دي، بس حضرتك انت لازم تتعامل معاها بطريقه رسميه. كلامك مش مع الاهل، تمام؟ يعني كلام حضرتك مش مع الاهل، كلام حضرتك مع طبيب زيك. الريفيرال ده هو انت اعمل اكسكلوجن لان هو حاجه نيورولوجيكال، وبعدين ابعتها لي على اساس ان هي ممكن تكون حاجه انفكشوس، وكلامك يبقى رسمي بتحويلات رسميه وما تمشيش الاسعاف والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. على ذكر الإجراء الطبي، من يحدد أي طبيب يمكنه عمل هذا الإجراء أم غير مسموح به؟ على سبيل المثال هناك أطباء بطنيين يمكنهم عمل موجات صوتية اللي هي البوكس للحالات الحرجة كوسيلة تشخيصية سريعة كالسماعة. الإجراء الطبي من يحدد يعني التدخل ده، مين التخصص اللي يعمله يعني؟ طبيب عمل أشعة موجات صوتية وأخطأ في التشخيص سيتم محاسبته لأن ده ليس تخصصه. قولا واحدا، حضرتك بتعمل حاجة سكرينين كده أهلا وسهلا، إنما حضرتك إحنا دلوقتي كل مستشفى فيها أطباء أشعة وفيها أطباء بطن، ما يبقاش مصوغ قانوني ليك إنك أنت أخدت لك وركشوب في الأبدومينال ألتراسونوغرافي إن أنت تقوم بعمل الأشعة. لو حصل خطأ أو حصل ضرر للمريض نتيجة إن لحضرتك اللي شخصت كطبيب بطنة، حضرتك ستحاسب قولا واحدا. زي لو طبيب الأشعة عمل أشعة الواحد وقال له لا لا لا، ده أنت ما شاء الله أنت يعني ده حتة نمونيا صغيرة كده، هديك 2 جرام سبوتاكس كل 12 ساعة مع مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، والعيان مات، ساعتها هجيب طبيب الأشعة ده هو وسيتم إدانته. هل هناك مسؤوليات طبية عندما يتم التعامل مع تخصص ضغط مثل الأمراض المعدية مع تخصص عام مثل الأمراض الباطنية العامة المختلفة؟ وأصلا أيام زمان أعتقد الدكتور أحمد صح كان كله بيبقى تحت بند البطنة العامة. هو صب سبيشاليتي من الأمراض المعدية، صب سبيشاليتي دلوقتي ده اللي موجود حتى في الزمالة، الزمالة المصرية سنتين بطنة عامة وبعدين سنتين التخصص الدقيق. ما اعتقدش ان هو من ضمن يعني حضرتك يعني برضه عشان نكون واضحين ان البطنه العامه بتغطي الامراض المعديه يعني ده برضه هو بيسال العكس، هو بيقول لو طبيب امراض معديه واشتغل حالات بطنه عامه يعني. والله الماجستير بتاعه ايه؟ ما هو مش ماجستير بقى، هو واخد مثلا زماله مصريه، فالزماله المصريه هنا بتبقى اسمها زماله مصريه امراض معديه. طيب حضرتك في نقطه، هل حضرتك الزماله المصريه للأمراض المعدية بتشمل جزء كوريكولوم خاص بالبطنة العامة؟ أول سنتين بيبقوا بطنة عامة. طيب يبقى ليه الحق إن هو يتعامل مع حالات البطنة العامة؟
اصلا انا هي انا الفكرة، هي الفكرة بقى في على الخط، هي الفكرة بقى في الخط الفاصل بقى ما بين مثلا الحالات اللي هو السكوب اللي هو يتعامل فيه مثلا اللي هو الجنرال انترنال ميديسين، او حاجات مثلا سبيشاليزد انا جوه عايز الانترنال حضرتك ميديسين لازم انا يبقى في كطبيب كونسلتيشن. شرعي يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، السكوب ده يحدده المفروض يحدده الطبيب المعالج نفسه ومدى تمكنه من هذه النقطه، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. تمام، تمام يعني حضرتك مثلا ما شاء الله ايدك تتلفف حرير في الاندوسكوبي، تمام، ما تجيش حضرتك تخش في انترفنشن الراديولوجي يعني حاجه بقى بيركوتينيوس اسبيريشن ولا الكلام ده، او مثلا ما تجيش حضرتك تتدخل في حاجه ريسبيراتوري. انا يعني كل واحد، كل طبيب يعني من الناحيه الاخلاقيه يجب ان يكون لديه ادراك لسقف قدراته، تمام، لان حضرتك ساعتها ومدى افاده العيان. ما ينفعش برضو حضرتك تبقى سب سبيشاليز مثلا في حاجه وحضرتك تبدا تعالج حالات نيفرولوجي وتدي بقى كالسيمات ومش عارف الفا ايه والكلام ده كله، وفي الاخر العيان يتضرر. لان ساعه انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طبعا انت خلاص كله واخد بطنه عامه وكله عارف الحالات والكلام ده، بس ساعه الجد حضرتك ممكن يقوم الطب الشرعي او الاستشاري، خلي بال حضرتك برضو الاستشاري الذي يعرض عليه الامر هو استاذ جامعي، واساتذتنا اساتذه الجامعه يهتموا جدا بال سب سبيشاليتي، وزي ما الدكتور هنا كاتب البريفليج، واخد بال حضرتك، فلو تمت ادانتك هتبقى مشكله كبيره جدا، والطبيب الشرعي مش هيطلعك منها لان في راي متخصص تم ادانته، تم الادانه بناء عليه. رئيس القسم له الحق في اعطاء المسؤوليه للحق علاج البطنه العامه دي، مش مدرك، مش فاهم حضرتك. مع حضرتك دكتور احمد، يعني احنا معانا بس سؤال، هل هناك مسؤولية طبية عندما يتم تحويل مريض في غيبوبة مشكوك أن عنده التهاب السحايا أو التهاب الدماغ إلى مستشفى الحميات من مستشفيات الجامعية؟ أظن احنا جاوبنا على السؤال ده، حضرتك قلت بس يكون التحويل الرسمي يعني. تحويل رسمي، وان هو تبقى ده السبيشال، مفيش مسؤوليه، هو حضرتك المسؤوليه القانونيه يا فندم، المسؤوليه الطبيه، ان حضرتك عيان كان محتاج حاجه وما اتعملتش، يعني لو كان محتاج يتحول وحضرتك ما حولتوش انت مسؤول طبي، ولو ما كانش محتاج ان هو يتحول وحضرتك زحلقته حضرتك مسؤول طبي. امتى بقى حضرتك مسؤول طبيا؟ لو لا قدر الله اصاب المريض ضرر، تمام، فالمريض ضرر، فديت نخلي بالنا منها. انما مفيش حاجه ميديكوليجال مخصصه تقول لك ما تحولش المريض للجامعه او ما تحولش المريض للحميات، اعمل اللي فيه مصلحه المريض وفقا لقواعد طبيه واضحه وتنظيميه متفق عليها في المجال الطبي المصري. يعني عاجزين عن الشكر يا دكتور محمد، وتعبناك معلش، احنا كنا متفقين على وقت اقل من كده، بس يعني ربنا يخليك، ربنا جزاك الله يحفظك، خير، طبعا وشرف ليا ان انا كنت معاك. استفدنا جدا من حضرتك والله، يعني ان شاء الله ربنا ييسر لو يعني قدرنا يكون في لقاءات تانية نستفيد من حضرتك يعني. ربنا يخليك، تحت امرك في اي وقت، وان شاء الله نقابلكم تاني في مواضيع تانية ان شاء الله. ان شاء الله، الف شكر دكتور محمد، شكرا، شكرا، في امان الله، شكرا، مع مع السلامة.